محكمة جنايات الكرخ التي أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مجرم انتحل صفة قاضي، وذلك للحصول على مكاسب مالية بعد أن قام شخصان مارس عليهما المجرم عملية النصب بالإبلاغ عليه. خلونا ناخذ تعليقات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو كانت على هذا الخبر المتداول والشخص الذي انتحل صفة القاضي. أولى هذه التعليقات يقول: بعد شنو يصير بهذا البلد؟ انتحال وسرقات واحتيالات وقتل ودمار والحبل على الجرار بعد وبعد. وتعليق آخر مشاهدينا على هذا الخبر المتداول، التعليق من الفيسبوك يقول: زين ما حد حاسب لانه كان مغطي عليه، زين شلون تعين شلون حكم؟ يعني شلون ينتحل صفة قاضي؟ يسوي محكمة بالشارع لو بيتهم؟ لكن مستمرين باخذ التعليقات مشاهدينا على هذا الخبر المتداول. وتعليق اخر، التعليق يقول: اذا منتحل صفة قاضي 6 سنوات، يعني اذا ينتحل صفة معلم احتمال ينطوه راتب محاضر.